بسم الله. نبدأ دلوقتي مع الانجلر جي اس في التيبلز، والفكره بتاعت التيبلز بسيطه جدا. بنقول ان جي ريبيت دايركتيف دوت ممكن نستخدمه بسهوله جدا ان احنا ندرو او نرسم اي تيبل موجود قدامنا. فببساطه جدا انا عندي تيبل تي ار تي اتش، تي اتش اللي هي تيبل هيد يعني زي تي دي بس بتعمل الخط بولد وفي السنتر، يعني كلمه نيم تطلع بولد في السنتر بس في الخليه، وبعدها كلمه ماركس. يبقى كده عمود اسمه نيم وعمود اسمه ماركس. تي ار جديده مع كل فيها تي، اسف دي ايه دي غلطه، ماشي مفروض صح مظبوط، لا اسف مظبوط. تي ار جديده هستعمل لها ريبيت خلاص، اللي هي من اول ان جي ريبيت بقول السبجكت ان ستودنت دوت سبجكتس، وكل وفي العمود الاولاني هقول السبجكت دوت نيم والسبجكت دوت ماركس، دي خليه ودي خليه، وده هو ريبيت كده على اساس ان هو ايه خلايا. يعني لو جينا نبص على الموضوع دوت عشان نعمله احنا، حتى وليكن في المثال اللي فات كما هو، بدل ما كنا بنعرض الشغل بتاع النيم والماركس كوما ومش عارف ايه، كنا عاملين يو ال تقريبا اهو خلاص، كنا عاملين ادي ايه يو ال ومش عارف ايه وكلام زي كده. فانا ممكن اقول ايه والله السبجكت، اما في الخليه دي انا مش هشتغل يو ال خالص، انا هشتغل بايه بتيبل سلاش هنا ايه تيبل تمام. وجيت هنا قال انا اول التيبل ده تي ار، اول حاجه تي تي اتش بدل تي دي عشان يبقى تيبل هيد، ترو نيم خلاص، وتي اتش ثانيه هقول له فيها اسم الايه الماركس الدرجه، طلع اسم الماده والماركس او اكتب هنا سبجكت وهنا الماركس. طيب دي تي ار الاولانيه، تي ار الثانيه بقى مش ال اي، تي ار ثانيه خلاص، تي ار عملت ريبيت على سبجكت ان سبجكتس والكلام ده كله. باجي هنا بقى بدل الايه الدايركتيف دوت جوه تي ار اللي كان بايظ بالنسبه لي، انا مش عايزه كده، انا عايز احط هنا تي نهايه خليه سيل هقول له فيها، هقول له هنا فيها عايزك تجيب من السبجكت دوت نيم، تعمل في الخلية دي الخلية التانية التي دي التانية، هجيب عايزك تجيب الايه subject dot الماركس خلاص. بس كده خلاص، كده المفروض ان التيبل ده يتملي بقى على طول بالنتائج. اعمل ريفريش كده اهو، ادي السبجكت اهي وادي الماركس، طبعا لازقوا في بعض ومش عارف ايه، لان طبعا احنا مش حاطين اي فورماتنج ولا اي تنسيق يخص التيبلز. لو حبينا ان احنا ننظم شويه ممكن نعمل مثلا ممكن نعمل سي اس اس للستايلنج للتيبل، او ممكن اجي مثلا في الهيد كده على تايتل اقوم جاي هنا عامل ستايل الصفحه بتاعتي في الهيد، كنت جاي في الستايل ده متقال انا عايز انسق اي تاج تيبل او اي تاج تي اتش او اي تاج تي دي، هتنسقهم ازاي يا باشا؟ قلت له عايزك تعمل لهم بوردر مثلا على 1 بيكسل، البوردر بتاعه حجمه 1 بيكسل سوليد يعني خط عادي، في دوتد وفي داشد وفي مش عارف ايه مخطط منقط مش عارف ايه كلام من ده، كان هختاره سوليد عادي، وجراي يعني لونه جراي خلاص. بوردر ونعمل بادنج المسافات بتاعت البادنج اللي في الصفحه، عشان طبعا تلاحظ ان الكلام زي ما لو رجعنا كده للصفحه بتاعتنا نلاقي الكلام الكلام لازق في بعضه، لان مفيش مسافه ما بين الخليه والخليه. طبعا البادنج عشان نبقى موضحينها هي تبقى واضحه هنا في ال كستايلنج هتلاقي ان اي عنصر خلاص فوقيه بادنج، وبعد البادنج يبقى فيه بوردر، وبعد البوردر فيه مارجن، مش تبقى انت فاهم، يبقى العنصر واللي حواليه ده بادنج، البوردر ده الاطار، احنا عارفين البوردر هو ده اساس المكان المحدد للعنصر. العنصر وبادنج ممكن يزق البادنج يوسعها فيبقى البوردر ياخد مساحه اكبر. كنا عايز اخلي عنصر يبقى مختلف مع عنصر حواليه بنحط الايه؟ المارجن كاطار ابعد. خلاص ما بين العنصر والعنصر الاخر. طب نرجع لموضوعنا. ده البادنج، حطينا بادنج 5 بيكسل. كنت جاي هنا قمت قايل تيبل في اي خليه
NTH child يعني عايز احدد عائل الخليه رقم كذا بس كايه اسف مش خليه كرو الرو متقال الاود منه يبقى كده الرو بس الرو الاود اللي هو الفردي اخلي الباك جراوند كلر اخلي الباك جراوند كلر بتاعته بلون والزوج يخليه بلون بحيث يتلون ده بلون ده بلون فاختار مثلا لون مثلا F2 طبعا ده يعني NGB RGB RGB notation يعني طبعا لو مش عارف RGB notation هتقدر تدور عليه في اي وقت يعني مش مشكله ممكن تختار اي لون من هنا يعجبك يعني اهو مش وقت ال NGB يعني ماشي ممكن اختار اي لون بس يكون طبعا لون خفيف لانك انت لسه ايه هتبقى مكتوب فوق الكلام يعني دي باك جراوند كلر على الرول الاولاني وناخد باك جراوند كلر بس في الايه في المره دي في الايه الايفن الزوجي يعني الرول الزوجي مثلا ما اعرفش ده ايه ما علينا كده اكون انا ايه عديت لون للفرد ولون للزوجي ارجع هنا اعمل ريفريش هذه التبلز بتاعتي تلاحظ ان في لون درجة لون مختلفة بس ممكن نخليها درجة لون اهدى من كده في الزوجي او مختلفة خالص اقوى كده وزرقاء اكتر فتبقى لون مختلف زي كده كده بياخد واحدة لون واحدة لون طبعا عكينا الشكل خالص شكرا على كده احنا عكيناه لكن القصد منه احنا كنا ممكن نقدر ننسق شكل الجدول ونطلعه زي ما احنا عايزين بس احنا بوظنا الدنيا كشكل يعني بوظنا الدنيا كشكل عملت هنا بريك ما بين التيبلز كده عشان ماشي بس ده جدول ده جدول مظبوط طبعا يعني ستايلنج بقى لو احنا بنشرح كورس بقى يكون بس هنا التيبل ما موسعش البادنج بتاعته انا حاسس برضه السبجكت لازم في الماركت في الماركس مع ان ده جدول لوحده صح عشان كده عامل له شكل مختلف لوحده ماشي يعني مفترض التيبل ده انا عايز اعمل له بي ار قبل كده عشان بس يبان في الخليه دي في السبجكت والماركس كان المفروض ان يبقى فيه برضه في بادنج اتظبط على التيبل دوت في بادنج اصلا اتظبط على كله المفترض بس البادنج ما اثرش ما حسيتش بتاثيره قوي حط 10 كده ونرجع نعمل ريفريش يعني ما ظبطتش قوي نعمل طيب بوردر كولابسنج نشوف اللي كولابس كده ما تشوف تلاحظوا ان الاوردر بقى موجود بس طبعا يعني مش الغرض طبعا انا بس الغرض ان كنت اوريكم بس يعني كده سريعا لكن احنا مش هنقعد نشرح بالزوئيات والتنسيق لكن كنا موضح بس فكره الايه تيبلز والسي اس اس اللي موجوده معاه وازاي بنوضح فكره التيبلز ازاي الانجلر جي اس مع الدايركتيف اللي هو الريبيتنج دوت ازاي بيقدر من خلاله نقدر نعمل ايه ريبيت للداتا ونعمل ريبيتنج للبيانات بحيث نطلع تيبل دايناميك واقدر طبعا اسيرش فيه زي ما انا عايز زي ما احنا فاكرين من الدرس اللي فات لكن شكل الجدول هنا اهو خلاص لكن انا متضايق بصراحه ان انا ما عملتش بادنج يعني البادنج مؤثر جدا مش 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 عايز اشتغل تمام هو المفروض معمول للتيديهات اهي يعني كل تيدي عامله لها بادنج يعني شوف كده بدل البادنج توب كده مثلا 10 بكسل يس خدت بالي انا لازق كلمه 10 بس عادي يعني مش تفرق هي المفروض تلزق اساسا يبقى لازقين في بعض ماشي المفروض تبقى كده قاعد على بعضها 10 بكسل على طول اوكي مش مشكله ده كان درس عن تعامل الانجلر مع التيبلز